مع المطمئن سجل الان اللي اطلقها دوله رئيس مجلس الوزراء بدات بالفعل في ثلاث محافظات بالتوازي، محافظات القاهره والجيزه والاسكندريه، هتستمر لمده يومين النهارده وبكره في الثلاث محافظات، وان شاء الله تبدا من يوم الجمعه في باقي محافظات الجمهوريه تباعا. هناخد ثلاث محافظات في اليوم، هنستمر لمده 10 ايام وهنشتغل من 10 صباحا ل 10 مساء. طبعا هذه الحمله بتستهدف ان احنا في اطار توجيهات القياده السياسيه بتوسع في نطاق تلقيح المواطنين او تطعيم المواطنين بلقاح مضاد الفيروس كورونا المستجد، زي ما احنا رحنا كل مكان في الميادين والدواوين الحكومات والمشاريع القوميه والمصانع والاماكن، زي ما احنا استهدفنا كل المواطنين، احنا حريصين ان احنا ننزل الشارع ونساعد المواطنين على التسجيل. احنا رصدنا فئه من المواطنين عندها بعض الصعوبات في التسجيل، وبالتالي هدف الحمله او فكره الحمله ان يبقى في اتوبيسات متحركه على متنها فرق من التواصل المجتمعي التابعه لوزاره الصحه والسكان معاها اجهزه تابلت بتقوم بالتسجيل للمواطنين. المواطن اللي هيسجل هتجيله رساله وهو واقف في مكانه فور التسجيل، وهيتوجه في نفس اليوم لبعض مراكز الشباب تم تخصيصها في كل محافظات الجمهوريه علشان يتلقى اللقاح، وبكده نبقى احنا بنساعد المواطنين على التسجيل، سرعه التسجيل وسرعه تلقي التطعيمات. كل اتوبيس عليه 30 من فرق التواصل المجتمعي بيرد على اسئله المواطنين وبيساعدوهم في التسجيل، ومش بس كده لا كمان في بعض المواطنين كانوا سجلوا قبل كده وما جاتلهمش رساله واتاخرت بقالها شهور، فبرضه ده هيدينا الرقم القومي وهنقوم بتسجيله على التابلت وهنبعت له رساله في ساعتها ان هو يتوجه لنفس مراكز الشباب ويتلقى التطعيمات.